أكيد والله إشي ملحوظ كتير بهالأيام، يعني الناس ملتهية، وسائل له كتير، يعني النت والواتساب والفيسبوك، حتى من نفس العائلة بتلاقي ما في تواصل كتير، يعني الواحد بتحين الفرصة أحيانا حتى يحكي بموضوع معين بخص العائلة، وبيفتقد هاي الفرصة. يعني أكيد مش مفروغ منها هاي الشغلة، بطل الزار للزار مثل أول، كل واحد صار همه حاله. أكيد الجيران لازم يكونوا إيد واحدة، ويعني الرسول وصى على الجار عليه الصلاة والسلام، وصف الجار. الأيام هاي الجار أغلبهم طوش مشاكل مع بعض، مش ما بتحسيهم إيد واحدة زي زمان. يعني الرسول وصى على الجار، لازم إحنا نكون إيد واحدة، ولازم نكون يعني مع بعض في إيد واحدة كل إشي. أنا شايف إن دلوقت الحال اللي إحنا عايشين فيه إن مفيش تقارب بين الناس وبين بعضيها، يعني لازم يبقى فيه حب، لازم يبقى فيه ود بين الناس، لازم الجار يسأل على الجار. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكى وصى على صلة الأرحام لدرجة إن الرسول شك إن الجار سيرثه. فأنا شايف إن الوقت يعني كل واحد في حاله من الأجواء المحيطة حوالينا. التواصل ما بين الجيران مش زي قبل، يعني صارت العالم بدك تقولي بعاد عن بعض كتير، حتى لو كانوا قراب بس بكونوا بعاد عن بعض. لا والله يعني التواصل لساته موجود، بس مش عند معظم الناس، يعني في معظم الناس بتلاقي عندهم تواصل. لا طبعا نفس زمان، ما تغير شيء أبدا. هلا بالنسبة ممكن يكون الجيل الجديد هو اللي تغير، بس نفس الناس اللي كانوا عايشين زمان نفسهم هلا. طب ما بتسمع مثلا والدتك أو والدك بيحكي لك والله جيران زمان اختلفوا عن هلا؟ لا هلا مش الجيران، العقول اختلفت، عقول الجيل القديم عن الجيل الجديد. لا يعني عادي والله، كل واحد حسب جاره، يعني في جيران مناح وفي جيران بهدلة، يعني ولا الحمد لله احنا وجيراننا كتير متفقين، وما بعرف انه مثل زمان والله، يعني ايام زمان.